أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة في الحلقة استكمال لسلسلة وصفات شم النسيم هنعمل لكم الملوحة. الملوحة بتتعمل من سمك البسارية، والبسارية يعني سعرها اقتصادي جدا مش غالي، تبقى بالشكل ده. بنجيب الكمية اللي احنا عايزينها وبتشطفيها كده شطفة خفيفة وتحطيها في مصفى، يعني ما تفركهاش بايدك وانت بتشطفيها عشان ما تتهريش منك. بتشطفيها وتسيبيها تتصفى خالص من المية بتاعتها. بعد كده على نفس طريقة الفسيخ والسردين هنجيب الملح الخشن بالشطة ونقلب كده البسارية فيه، اهو الشكل ده. بعد ما قلبناه هنجيب بقى البرطمان اللي احنا هنملح فيه كده، هنرص البسالية في البرطمان بالشكل ده كده اهو. قلبها بس كويس في الملح، نتأكد ان هو غطاها كلها عشان تتملح صح اهو بالشكل ده كده. والملوحة بتختلف في التمليح بتاعها عكس الفسيخ والسردين، ان احنا بنحط لها شوية خل وزيت. وعلى فكرة الخل، في ناس بتحط خل وفي ناس ما بتحطش، هي في ناس بتكتفي ان هي تحط الزيت بس كأنه مادة عازلة يعني عشان ما يدخلهاش هوا. اهو كده نغطيها بالزيت بالشكل ده كده، نهزها كده نتأكد ان هي متغطية كويس اهو، ونقفل ونراعي ان البرطمان اللي احنا بنعمل فيه يكون محكم الغلق، ما يدخلوش هوا خالص، يكون في حاجه كده تمنع ان هو يدخل له هوا. هنحطها في كيسه، والملوحه ما بتاخدش وقت، يعني دي مثلا ممكن تقعد لها يوم يومين بالكتير، وبالكتير قوي 4 ايام، ده يعني على اقصى تقدير، ده كده يعني تبقى كتير يوم اتنين وتطلعيها خلاص وتنضفيها، وممكن تتاكل زي ما هي كده وتقدميها. وانا هوريك اللي انا عاملاها من قبل كده بقت عامله ازاي. ودي هنا الملوحه انا كنت عاملاها من قبل كده، مجهزه كميه من قبل كده، نطلعها نحطها في الطبق بتاع التقديم. رصيها طبعا بالشكل اللي انت عايزاه، يعني براحتك تقدميها حسب ما انت عايزه. هي زي ما قلت لك دي خدت مني يا دوب يومين وكانت جاهزه، يعني لان البسله ما يعني ما فيهاش، بصي حجمها قد ايه، يعني حاجه ايه لا تذكر يعني. الشكل ده كده، وتتقدم برضو مع السردين والفسيخ والرنجه وكل اطباق شم النسيم الجميله دي. كانت حلقتنا للنهارده، ان شاء الله اشوفكم في الحلقات الجايه مع مطبخ الشيف نيفين وبوابه اخبار اليوم. الى اللقاء.